월요일 정글. الحامل دلوقتي هنحتاج له حتتين كرتون حوالي 15 × 15 تمام وهنرسمهم بشكل كده كمثلث وهنعمل في الطرف دايرتين هنعمل من التاني دايرة برضه نفس الشكل هنعمل في النص ممكن دايرة كده تمام وهنطيح القطع زي ما انتم شايفين متضخة ممكن بالمقص بالقطر على حسب راحتنا زي ما انتم شايفين حضراتكم ديت هنحتاج منها اثنين خلصنا دي حضراتكم هنعلم عليها الثانية ونطلعها برضه بالقطر ونرجع لكم وزي ما حضراتكم شايفين قصيناهم ورجعنا لكم هنفرغ دي من هنا وهنفرغ ديت من الجزء الفوقاني ده عشان نركبهم في بعض تمام هكذا نفس الشكل ممكن نستخدم المقص زي ما حضراتكم شايفين هيبقى بنفس الشكل كده ده الحامل بتاعنا بسيط جدا وما فيش اي حاجه وزي ما حضراتكم شايفين التليفون الحامل بتاعنا جاهز اهوت خلاص بتفرج عليه جميل جدا وما بيستخدمش فيه غير قطعتين كرتون صغيرين باستخدام مقص او قطر وده حامل التليفون بتاعنا ايه رايكم لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير عشان محتاجين دعمكم هسيبكم تتفرجوا
شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو. لا تنسى مشاركتنا بآرائك في التعليقات وتسجيل الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وندعوكم للانضمام إلينا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات أول بأول.